هل كرة القدم تستحق التضحية؟ في عام 2005 أوقف ضابط مرور اللاعب عماد متعب في كمين وطلب منه الرخصة، لكن متعب رفض بغرور قائلا: أنت لا تعرف من أكون، واعتدى مع رفاقه على الضابط. تم حبسه على ذمة القضية، وبعد خروجه بكفالة عاد للتدريب، لكن مدرب النادي الأهلي جوزيه طرده من التدريب. عندما ذهب متعب للاعتذار قال له جوزيه: من تظن نفسك؟ أتعجب من غرورك وكأنك تفعل شيئا عظيما. أنت لست مدرسا ولا طبيبا ولا مهندسا، أنت مجرد لاعب كرة مثل المهرج في السيرك. الجماهير تأتي لتتسلى، والضابط الذي ضربته أهم مني ومنك. ستلعب المباراة القادمة 90 دقيقة كاملة لتسمع الجماهير وهي تسبك طوال الوقت. المفاجأة، لم يسب أحد عماد متعب لأن جوزيه كان مخطئا في تقديره، فقد ظن أن الأمر كما هو في أوروبا، حيث يدرك الناس أن جميع المهن أكثر أهمية وأسمى من مجرد اللعب. أفيقوا قبل فوات الأوان، قبل أن تكتشفوا كم كنتم ساذجين وأنتم تضيعون حياتكم من أجل لعبة أو لاعب. للمرة الألف أقول: العب، شجع، وافرح لناديك، لكن إياك والتعصب لأي ناد أو لاعب.